كل يوم نطلع اقول لهم يا جماعه النهارده حصل 1 2 3 نقعد مع بعض يقول لك يا كابتن ما هو حصل 1 2 3 4 كل الكلام ده بنكلم المصادر وبنكلم الناس نفسها عشان نعرف الكلام ده حصل ولا ما حصلش. ما بيحصلش. انما لو تبص على بقيه الانديه خارج النادي الاهلي الناس بقيه الانديه كلها مستقره بسم الله ما شاء الله. يعني هو النادي بس الاهلي اللي عنده مشاكل دايما وهي مشاكل غير صحيحه بتطلع في النهايه مشاكل غير صحيحه. لكن كل الانديه 17 نادي اللي باقيين ما فيهاش ازمه، ما عندهمش ازمه مستحقات ولا عندهم ازمات قيد ولا عندهم تمرد لاعبين ولا عندهم مش ولا مدير فني عايز يمشي ولا اي حاجه خالص. هو النادي الاهلي بس يا عيني اللي عنده. هو طبعا ده على اعتبار كل من بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيتكلم دائما في هذا الاطار، ان النادي الاهلي بس كل يوم تحصل عندنا قصه، كل يوم يحصل قصه، كل يوم يحصل قصه. سبحان الله سبحان الله. النادي الاهلي لا يطلب نفي او يطلب، لا، كل واحد بيطلع ينفي لوحده، كل واحد بيطلع ينفي لوحده. في موضوع موسيماني طلع راجل نفى لوحده، في موضوع عمار حمدي طلع عمار عمل لوحده وقال يا جماعه ده النادي الاهلي ده فضله عليا ولو حتى هقعد احتياطي طول السنه ما عنديش مشكله او بره الفرقه ما عنديش مشكله. قبلها الشناوي وعقد الشناوي وقبلها كذا وقبلها كذا وقبلها كذا. كان زي ما بقول لحضراتكم كده في اعين بعض من لا يشجع النادي الاهلي هو النادي الاهلي بس اللي عنده مشاكل، ال 17 نادي ما عندهمش مشاكل، على الرغم من العكس هو الصحيح. انا الحمد لله طبعا طبعا في مشاكل وطبعا في امور داخليه بتحصل في الفريق، ولكن ده طبيعي. احنا مشاكلنا بتتحل جوه الفريق، عندنا مدير كوره قادر ان هو يسيطر على الامور بشكل او باخر، عندنا مدير فني بيعرف يسيطر على الامور من الناحيه الفنيه، عندنا فوق كل ده اداره كره قدم بتعرف تشتغل ازاي، بتعرف امتى تخصم وامتى ما تخصمش، تعرف امتى تتكلم وامتى ما تتكلمش، تعرف امتى تعمل حفله وامتى ما تعملش. كل ده موجود، ولكن كله زي ما حضراتكم شايفين كله بيتحل داخليا. لكن زي ما قلت لحضراتكم الفتره اللي فاتت دي كلها مفيش حاجه، كان ال 17 نادي اللي موجودين مفيش حد بيتكلم غير على النادي الاهلي بس. وخدوا بال حضراتكم عشان حضراتكم او بعض من لا يشجع الاهلي يستريح شويه، دايما لما بيبقى النادي الاهلي عنده مشكله مش هتعرفها، محدش هيعرفها. ليه؟ لان زي ما قلت لحضراتكم المشاكل بتحل بشكل داخلي، عندنا مدير كره بيقدر يتكلم، عندنا مدير فني بيقدر يشتغل، عندنا اداره لكره القدم بتقدر او شايفه الامور من فوق كل ده علشان تقدر تسيطر على وضع الفريق الداخلي. بس ادي الموضوع بمنتهى البساطه، فمش كل شويه حد يطلع لنا بقصة ونطلع نقول لحضراتكم يا شباب يا جماعة يا جماهير النادي الأهلي ده الكلام ده مش صحيح والكلام ده مش حقيقي. حضراتكم تقولوا عشان احنا بس في قناة الأهلي وبتطبلوا وبتقولوا لا، لكن والحمد لله بتتضح ان هذه هي الحقيقة، ومش احنا اللي بنقول، ولكن كل المصادر او كل اللي اتكلمتوا عنهم خلال الفترة اللي فاتت طلعوا وكذبوا كل هذه الأمور. فعشان كده خلينا دايما مركزين مع فريقنا، خلينا نشوف الفتره اللي جايه فيها ايه، خلينا نشوف التغيرات اللي بتحصل داخل الملعب من خلال التمارين اللي بيعملها بيتسو موسيماني، وده بيبان لحضراتكم من خلال التمرين اللي بيجي من على شاشه قناه او على شاشه قناه النادي الاهلي. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين المسانده الدعم خلال الفتره دي لان ده الطبيعي.